والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي أخواتي، لقد عندكم قناتكم قناة بي بوب جي تي في، وأخواتي رجع لكم من جديد. واليوم أخوتي أخواتي عاوتاني السحب عشوائي من الفيديو أخوتي هذا اللي كتشوفوا دابا أخوتي. وأخوتي أخواتي راه أخوتي أخواتي راه بزاف ديال الأشخاص جاوا في هذا الأخر قالوا لي أخي زهير واش كاينة شي طريقة اللي نقدروا نشحنوا بها جواهر فري فاير وكذا واللعيبات. وخوتي راني في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على واحد الطريقه معكم ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى خوتي اخواتي الطريقه هذه تشحنوا بها جوار فري فاير وتحصلوا على العديد من الاشياء من خلال الطريقه اللي غنتكلموا عليها ان شاء الله باذن الله معكم في هذا الفيديو. ولكن انتم اخوتي اخواتي الا كنتوا لاول مره كتشاهدوا القناه ما كرهتكمش تشتركوا معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس وبقاو توصلوا بكل ما هو جديد للعبات بشيط. وخوتي اخواتي ما كرهتكمش هذا الفيديو تفرقعوا لنا باكبر عدد من اللايكات، وخليكم اخوتي اخواتي مع الفيديو حتى الاخر وحكموا في الاخر واش الطريقه اللي غنتكلموا عليها دابا هذه واش تقدروا تشحنوا بها الجوار ولا لا. خوتي اخواتي حيت هاد الدراري راني ديما كنجيب لكم شي طرق ولا كنعطيكم شي افكار اللي كيكونوا زوينين اخوتي، والناس راه كتشحن بهم جواهر، حتى كنشوف بعض الاشخاص اللي كيشحنوا بهم عاد كنجي نشارك معكم اخوتي هاد الطرق. المهم اخوتي اخواتي نبداو باول طريقه اللي ساهله ساهله بزاف، غنعطيكم ثلاثه ديال الطرق اخوتي اللي ساهلين بزاف بزاف اللي تقدروا تجيبوا بهم جواهر. غنبداو اخوتي كما قلنا الطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه صديقي الا كنت ما عارفش ما هو التطبيق ديال اب غالوري ما عارف والو في الشحن، صديقي كاين واحد التطبيق ديال كيقولوا له اب غالوري في ستور اللي عندنا دابا حاليا. هاد بلاي ستور هادي اسطوره، راه يمكن لك تجمع فيها نقاط ويمكن لك دير فيها بعض العروض اللي كيكونوا في بعض الدول، كيكونوا دول اخرين فيهم بزاف ديال العروض. انت يا اسطوره عاد استغل ديك الدول وعاد استغل ديك العروض ويمكن لك تشحن بهم. الطريقه يا اسطوره سهله، ما اب غالوري يا اسطوره كتكون في الهواوي يا صديقي، لك عندك سامسونج ولا اي هاتف كان راه يا صديقي عادي كتمسح اللعبه اللي انستالي تم بلاي ستور ديال بلاي ستور ديال اللي كنعرفوا اخوتي ديال سامسونج، وكتانستالي اب غالوري وراه كتانستالي فري فاير من داخل اب غالوري يا اسطوره باش يمكن لك تبين لك طريقه الشحن واللعيبات والتويشيات. وثاني حاجه اخوتي اخواتاتي اللي عاوتاني هي مضمونه مليون في المئه جالاكسي ستور، كاين واحد التطبيق اخوتي حتى هي بحالها بحال بلاي ستور كيكون فيها بعض التطبيقات. راه اخوتي اخواتاتي تي جالاكسي ستور راه فيها بزاف ديال العروض، وديك العروض كيكونوا في دول اخرى كاصدقائي، راه ديك العروض كيكون بقيمه 5 دولار 2 دولار يمكن لكم تستافدوا منها. وثاني عاود نفس الحاجه خصك ضروري اللعبه اللي مانستاليها من بلاي ستور خصك تمسحها وتعاود انستاليها من بلاي ستور من جالاكسي ستور. راه الطريقه هذه اخوتي راه الدراري كيشحنوا بها. الطريقه اخوتي اخواتاتي وهي راه بغيتي تعكعك وهو صنع شي تطبيق اللي يكون زوين هيدا ولا شي موقع ديال اختصار الروابط وبارطاجيه للعشران ديالك وبارطاجيه للناس اللي قرابين عليك، وراه اسطوره عاود يدعموك ويمكن لك تحصل على رصيد باي بال ولا على شي بلاقه ديال جوجل بلاي وكذا، وراه اسطوره تقدر تشحن في فري فاير. ولا يا اسطوره كاين بزاف ديال التطبيقات اللي كيعطيوك مثلا دير فيهم بعض المهام مثلا تجمع نقاط للعيبات تويشيات ويمكن لك يهدي لك مول التطبيق بدقه بقيمه 5 دولار ولا دولار ولا لعيبات مجانين وتقدر تشحن اخوتي اخواتي من خلال الطرق. يلا اخوتي طلعوا لي فراسكم والسلام عليكم.